يا ورد مين يشتريك؟ ولو عايز تشتري الورد وتتمتع بجماله وحلاوته وألوانه الجميلة لازم تيجي أكيد معرض الزهور في حديقة الأرمان. إحنا لسه مع حضراتكم النهاردة عشان نشوف تفاصيل كتير. ودلوقتي كمان التفصيلة المهمة قوي اللي كتير من الناس والزائرين بيجوا المعرض عشان هم بيهتموا بيها هي فكرة نباتات الزينة. تعالوا نشوف تفاصيل كتير عن أنواعها وكيفية العناية بيها وتسميدها وحاجات تانية كتير. كل ده من ضيفي اللي منورني النهاردة المهندس حلمي النشار مدير عام الحدائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. نورتيني. ربنا يخليك يا فندم. أنا بحييكم النهاردة على المشاركة الحلوة دي. عندكم أنواع كتير، كمان اللون الأخضر مغطي المكان كله بأصناف كمان مختلفة. خليني بس في البداية أكلمك أو تكلمنا أكتر عن موضوع المعرض ومشاركتك في المعرض السنة دي، وإيه اللي شايفه جديد في المعرض؟ والله المعرض السنة دي أولا كل سنة طيبين. أنت طيب. بمناسبة أعياد الربيع وبرحب بيكم في جناح محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل للإدارة العامة للحدائق والمشاتل بمعرض زهور ربيع 22 بحديقة الأرمان. اهلا وسهلا بيكم. والسنه دي احنا داخلين طبعا من منطلق ان احنا عندنا منافس بيع تابعه للمحافظه، منافس بيع نباتات زينه. فمن المنطلق ده احنا اشتركنا، واحنا كان بقى لنا فتره ما اشتركناش. السنه دي داخلين بنظام جديد ولاند سكيب حديث جدا، بنشتغل بعمل الزلط والكسر الرخام واللاند سكيب جديد على الشغل. صحيح. احنا دخلناه في الشوارع عندنا، يعني تلاقي الشغل اللي احنا عاملينه هنا دخلناه في الشوارع في اماكن كتير، لاندسكيب جديد في اماكن كتير. يمكن شفتي اليافطه بتاعتنا. صحيح. في اماكن كتير جدا تتبع المحافظه في الشوارع والميادين بلاندسكيب حديث، بلاندسكيب محترم بيضم الكثير من نباتات الزين. الانواع بقى كمان اللي شفناها، يمكن احنا شفنا الموضوع مختلف خالص في محافظه الجيزه بشكل عام، وتحديدا في بعض الاماكن اللي حضراتكم حتى مسؤولين عنها. التجميل والنظافه والجمال الحلو ده عملتوه كمان في وقت وجيز، فكلمني عن اخر الاجراءات اللي تمت في بعض المناطق المختصين بتجميلها داخل محافظه الجيزه. والله يا فندم احنا عندنا العديد من المناطق اللي احنا جملناها، يعني اقرب حاجه افتتحناها ميدان المساحه في الدقي. صحيح. كويس. قبليها كان في اعاده تطوير ميدان الرمايه، وقبليها على سور حدائق الاهرام بطريق الواحات، وامام القريه الذكيه بطريق مصر اسكندريه، اماكن كتير، شارع النيل، شارع مراد، اماكن طبعا في اعمال تطوير جاريه اصلا بمحافظه الجيزه بالكامل. في اعمال تطوير جاريه طبعا بناء على توجيهات معالي سياده اللواء احمد بيه راشد محافظ الجيزه، وتعليمات القياده عندنا الاستاذ شفيق جلال رئيس الهيئه والاستاذ عزت الخرصه مستشار سياده المحافظ. احنا بنبذل مجهود في فتره وجيزه، انجزنا ما لا يقل عن 12 13 منطقه في خلال فترة لا تتعدى 3 شهور. طب هل في بعض بقى المزروعات المعينة أو الأشجار المعينة أو طبيعة معينة لللاندسكيب اللي يمكن بتستخدموها داخل المحافظة أو في الشوارع المختلفة لمحافظة الجيزة؟ طبعا احنا أدخلنا السنة دي نباتات مثمرة زي النخيل البلدي، زرعنا في شارع ترسا وشارع خاتم المرسلين في العمرانية وفي طريق المريوطية، الممشى الجديد بتاع المريوطية دخلنا فيه النخيل البلدي. كويس. فالحمد لله يعني في خرجنا عن النمط العادي اللي هو زراعة طبعا بناء على توجيهات سيادة الرئيس بان احنا ندخل، وابتدينا بقى في مشاتلنا الخاصة بتاعتنا ابتدينا ننتج بقى النباتات المثمرة. صحيح. تجهيزا عشان ان احنا هنطلعها في الشوارع بعد كده. الله. تعليمات سياده الرئيس السيسي فعلا لما قال كده، فاحنا بدانا بالفعل والانتاج شغال دلوقتي في مشاتلنا في بعض اصناف الفاكهه على اساس نبقى ننزلها في الشوارع في بعد الشوارع. كده. هل في بعض الانواع اللي هتركزوا عليها؟ والله احنا هنركز على يعني الموالح الزيتون، يعني الحاجات اللي تتحمل الشوارع يعني.
المعرض بقى برضو السنة دي فيه نباتات زينة كتير وأنواع كتير، قول لي حضرتك شايف الإقبال إزاي في أول يوم من قبل الزائرين؟ والله أنا شايف الإقبال كبير جدا، يعني أنتوا لو جيتوا من شباب الناس واقفة برا مستنين. صحيح. إن إحنا بنسجل دلوقتي طبعا. الإقبال كبير، وأنا شايف الإقبال على 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 منتجاتنا كمان. إحنا منتجاتنا مش زي القطاع الخاص. كويس. احنا يعني لنا طبيعه خاصه ان احنا بننتج منتجات بتخدمنا احنا في الشوارع. فالمنتجات اللي عندنا سواء بقى اندور او اوت دور منتجات مميزه. منتجات مميزه. وعندنا بمناسبه المعرض السنه دي احنا عاملين حتى عرض، يعني احنا عاملين نسبه تخفيض عاليه تقارب ال 40% على منتجاتنا اللي هي بننتجها في مشاتلنا. يعني الانواع الجديده والاصناف الجديده، لان انا عارفه ان كل سنه انتم بتتميزوا بكل ما هو جديد، ايه الجديد السنه دي في الـ والله في احنا الـ احنا مركزين السنه دي على الحوليات الشتويه. والحوليات الشتويه بطبيعتها بطبيعه الزهور الالوان بتاع الزهور بتاعتها اللي بيقبل عليها المواطن العادي. كويس. ده الى جانب بعض انواع لو الكاميرا هتجيب زي الكوكانسيرا دوت ممكن ما تلاقوش في المعرض خالص، ده من انتاج محافظه الجيزه. صحيح. كويس. وممكن ما تلاقوهش الباكيت الابيض ده مش هتلاقيه في 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 المعرض. في اي مكان في المعرض مش هتلاقيه الا عندنا احنا بس. كويس. حلو ده قوي. فاحنا مميزين ببعض اللي هي ببعض المزروعات اللي هي ابتدت تنقرض عند مشاهد القطاع الخاص. فاحنا عندنا من اول على فكره الجمهور بيقبل عليها قوي. حلو قوي. الجمهور كمان اللي بيتابعنا عايز يعرف طريقه العنايه والرعايه، وخصوصا اكيد في نباتات بتبقى ظل وفي نباتات بتتعامل اكتر او بتكون موجوده في الاماكن المشمسه، طبيعه التعامل يا باشمهندس مع هذه النباتات بقى. والله هي التعامل اذا كان الزرع في اصاري او في احواض غير العنايه بيها وهي في الارض. الارض بتديها غذاء اكتر. كويس. انما اللي في اصاري فلازم يكون في عنايه اكتر شويه، بحيث ان الاصريه فيها بعض العناصر الغذائيه اللي مش كتيره زي الارض. فالمفروض ان انا لما بشوف الزرع واحتياجاته حتى لو الاصريه الطمي اللي فيها بقاله فتره لازم اغير الطمي او ادي له عناصر صغرى وعناصر كبرى. صحيح. كويس. برضو العنايه بالري دي اهم شيء. والري ده لازم يكون في فترة ما يكونش فيها الشمس قوية. يعني فترة قرب المغرب الصبح بدري، على أساس الـ الـ الزرع بيتأثر جدا لو شرب مية في وقت ذروة الشمس، يعني في وقت الظهيرة بالذات. يعني فالعناية يكون، وفي الشتاء يختلف عن الصيف. يعني في الشتاء إن كنت بسقي مثلا يوم ويوم على حسب، ودي بسيطة جدا ان انا بجس الأصرية الطمية من أصرية من فوق، بجسها اشوفها محتاجة او مش محتاجة. يعني مش كتر المية هيأذي الزرع وقلة المية هتأذي الزرع. صحيح. فلازم انا اكون الاول اكون هاوي واحب الحاجة اللي انا بعملها. لو انا حبيت الزرعة انت هتلاقي الزرعية نفسها بتكلمك. صحيح. هتكلمك وتتكلميها. فهي العناية لازم يكون داخلها حب، مش بتعمليها كده. العناية والرعاية شيء مهم جدا، وفكرة كمان ان احنا نخلي بالنا في ظل التغيرات المناخية، يعني ازاي ممكن تكون نباتات الزينة بتتأثر بالتغيرات المناخية زيها زي كتير من النباتات والمحاصيل حتى بشكل عام اللي بتتأثر بالأحوال الجوية المتقلبة. تمام. وده بيبان معانا احنا في شهر رطوبة وأمشير. صحيح. بيبان معانا حتى في المزروعات اللي في الشارع، عشان الناس ما تستغربش. ممكن تلاقي زرع جميل قوي ونيجي على طوبة وامشير يبصوا يلاقوا الزرع. احنا في فتره الشتاء في حاجه اسمها فتره سكون العصارة. كويس. الفتره دي الزرع فيها النمو اولا بيقف، ثانيا الفتره دي ممكن ياثر على الزرع. السقع الصقيع الشديد ده بياثر على الزرع. في نبتات بتتساقط الاوراق بتاعتها وترجع تجدد تاني من 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 بعد امشير او في خلال امشير على اساس الجو يدفي شويه. كويس. بتبتدي ترد تاني. فكره كمان الرعايه الدائمه والمستمره، ساعات في بعض الناس يا باشمهندس ممكن تنشغل مثلا فالزرعه تبتدي تدبل وتموت. انا دايما بحب اسال السؤال ده لانه بشوف انه الروح دايما يعني في النبات بتنمو مع الحب والرعايه، وحتى لو نبات ممكن يكون نقدر نقول دبل او مات
بيبقى لسه في برضو حاجة تخلينا لا نعتني بيه. فهل فعلا لو حاجة أي نوع من الأنواع دبلت أو أوراقها تساقطت ممكن نرجع نتعامل معها تاني مرة تانية وبالرعاية نحييها من جديد؟ نقدر نتعامل طبعا على حسب نوع الزرع نفسه يعني. كل نوع زرع له تعامل خاص. بس أنا بشوف هل ده زيادة مية، هل ده قلة مية، هل نقص عناصر، هل أنا ما سميتوش ما اديتوش سماد معين، هل حاجات كتير، هل أنا ما غيرتش الطمية بتاعتها لو هي في أصرية، هل ما غيرتش المفروض الطمية ما يفوتش عليها موسمين حولين يعني، كويس يعني المفروض إن أنا ما تقعدش شوية الطمية اللي بيبقوا في الأصرية مش هم الغذاء كله، كويس يا دوب الزرع بيمتص شوية الغذاء اللي موجودين في الأصرية اللي في الطمية، كويس وبعد كده يا إما غير الطمية نفسها يا إما أزودها بعناصر، بجيب لها عناصر صغرى وكبرى وأسمدة معينة بحيث تشتغل معي. حلو قوي. كمان فكرة التسميد، عشان في ناس بتكثر شوية بشمهندس في تسميد النباتات، طبعا الأفضل في استخدام الأسمدة وخصوصا مثلا في NPK أو غيره، فإحنا مفروض إن إحنا نستخدم السماد كم مرة بمقدار قد إيه، ولا على حسب كل نبات وطبيعته؟ والله هو على التسميد ده على حسب كل نبات وقت احتياجه يعني. أنا في عندي الطمية بتاعتي قوية مش صحيح. محتاجة كويس، الإسراف في استخدام الأسمدة بيضر النبات أكتر من استفادته منه. هو النبات عموما بيمتص اللي هو محتاجه، اللي ما بيحتاجوش ما بيمتصوش. فهي الإسراف فيها في استخدام الأسمدة مش كويس قوي يعني. صحيح. حسب احتياج النبات والنبات، هل هو حالته كويسة؟ هل هي الطمية اللي فيه كويسة؟ لو حاجة في الأرض ممكن يكون زرع مزروع في الأرض، ممكن يكون تحتي حجر، تحتي أي حاجة، الجذور مش قادرة تمشي فبتأثر عليه بتعجزه. فالمفروض إن أنا أشوف الأول النمو ضعيف ليه، النمو ضعيف ليه، ويعني أعرف السبب، سبب الضعف إيه وأقدر أعالج الضعف. كمان إن إحنا نتابع ودايماً نخلي بالنا من بعض الحشرات والحاجات اللي موجودة، خصوصاً لو نباتات داخل المنزل، نباتات زينة، هل في بعض الرعاية الخاصة بالنبات تقلل لنا شوية أو تمنع ظهور أي حشرات داخل المنزل؟ هو استخدام يعني استخدام المبيدات للمبيدات الحشرية بالنسبة للزرع بسيطة جدا يعني. ودي متداولة في كل الأماكن يعني. هو الزرع اللي في أصاري بالذات بيجي في فترة من فترات تبص يعني، خاصة في الصيف ممكن يجي نمل، ممكن يجي حشرات كده. إنما استخدامها بقى بسيط جدا بأي مبيد حشري بتتعمل يعني. هو الرعاية والعناية مطلوبة طبعا، وفكرة ان احنا نحاول دايما نقدر على قد ما نقدر نتابع النبات وما نوصلش ابدا لمرحلة ان هو يذبل او يموت. مهم كمان عندي موضوع الري، عشان في ناس بتصرف شوية في الري، فقولي افضل طريقة ان احنا ممكن نرو بيها سواء صيف او شتاء. بصي حضرتك، اول حاجة وقت الري ما يكونش في وقت يكون الجو فيه سخن، يعني ما يكونش في الحرارة الشديدة يعني، أختار وقت قبل المغرب بشوية أو الصبح بدري. صحيح. ده أهم حاجة لما أجي أسقي أي زرع. برضو إن أنا بجس الطمية وبشوف النبات محتاج ولا مش محتاج. هو عموما يعني في الصيف بيبقى كل يوم الري، وفي أنواع مزروعات حسب حرارة الجو ممكن أسقيه مرتين في اليوم، الصبح وآخر النهار، كويس. إنما في الشتاء ممكن أمشي يوم ويوم أو يوم ويومين على حسب احتياج النبات نفسه. الأنواع الجديدة والمختلفة السنة دي ممكن تبقى يعني ليها شهرة عند بعض الجمهور، ولا لسه في أنواع محتاجين نروج ليها أكتر ونكلم عنها الناس عشان يعرفوا قد إيه هي جميلة ومختلفة وفي نفس الوقت برضو أسعارها حلوة؟ والله أنا أقول لحضرتك على حاجة، هو المواطن اللي هو مش متخصص ده بيهمه الشكل، بيهمه الشكل اكتر من الجوهر النبات يعني. بقى عندنا نباتات قيمه جدا زي نخيل السكاس والحاجات دي، حاجات قيمه كويس. الحاجات القيمه دي ممكن مواطن يعني ما يشوفها ما تجذبوش، يجذبوا مثلا عود صغير كده مليان زهور،
صحيح. وكده فدي على حسب الأذواق المواطنين يعني. وكمان الأسعار يعني الأسعار أخبارها إيه السنة دي؟ يمكن في عارضين كتير وأنواع كتير وأشكال، بس الفكرة كمان برضو إنه إحنا دايما بنقول إنه في المعرض يمكن الموضوع بيكون أفضل كمان يمكن من أي مكان آخر، لأنه بيبقى فيه أنواع كتير وفي عروض كمان. أنا عارفة إن أنتوا بتعملوا ساعات عروض وتخفيضات كمان. تمام. بص حضرتك، إحنا هنا كجهة حكومية يعني. طبعا احنا عندنا قائمة اسعار بيقوم عليها لجنة من متخصصين وبننزل عن اسعار السوق. ده اوريدي. انما احنا بخصوص المعرض احنا عاملين خصومات بتوصل ل40%. بالظبط. احنا طبعا ارخص ارخص من اي حد يعني. ايوه ده حقيقي. انتوا بتعملوا عروض جامدة جدا وانواع يمكن حتى لو بره، والواحد كمان بيبقى مرتاح ان هو بيشتري من جهه حكوميه، من جهة حكومية بالظبط موثوق منها. انت بتشتري نبات عارف ان الجدر بتاعه قوي، انت بتاخد افضل نوع، كمان بتاخد المعلومه من مصدر موثوق منه. عشان كده احنا بنقول للناس تعالوا معرض الزهور وتعاملوا مع كل العارضين لان هم اكيد جهات موثوق منها. خليني كمان اروح مع حضرتك لافضل الانواع انتشارا، وبما ان احنا خلاص بقى داخلين لسنة وحضرتك طيب ومشاهدينا بألف خير داخلين على فصل الربيع، افضل انواع نباتات الزينة اللي بتنتعش قوي في الفصل ده اللي هي الحوليات الشتوية. الحوليات الشتوية بجمال ظهورها هي اللي بتجذب الناس كلها. الحوليات الشتوية هما طبعا المواطن بيهمه يشوف زهرة. صحيح. يعني هو واخد على ان الزرع ما يبقاش ورق وخلاص، لا هو عايز زهرة كويس. ده المواطن. دي اهم حاجه اللي بتجذب المواطن، وهو اللي اكثر انتشارا دلوقتي، وهي الحوليات الشتويه بجمالها. صحيح. زي ايه بقى؟ حاجات كتير والله. زي البكاريت اللي قلت لحضرتك عليه، زي البانسي، زي الباتونيا، انواع كتير جدا، انواع كتير. ده حوليات شتويه تتعدي ما شاء الله 60 نوع. الموضوع ان هي المزهره او غيره ساعات بتحتاج للشمس يا باشمهندس، وفي بعض الناس عندهم البلكونه بتاعتهم او المكان اللي بيزرعوا فيه ساعات ما بيكونش فيه شمس. يعني مش شرط الشمس، المهم ضوء الشمس. ضوء الشمس ده اللي بيأثر على النبات، ضوء الشمس. يعني النوع زي الجهنميه لازم عشان تظهر، لازم عشان شمس. تزهر لازم شمس. وشمس قويه. يعني في انواع كده، كل الحوليات اللي حضرتك شايفاها دي كده عشان تظهر. يعني في الحوليات معظم بتبقى الزهره بتاعتها مقفوله وتيجي الشمس هي اللي بتفتح الزهره يعني. فاحنا الحوليات كلها اللي هم بيقبل عليها الجمهور دي محتاجه شمس. صحيح. محتاجه شمس وشمس مباشره. يعني في نباتات زي الاندور، يعني نباتات الظل ما بتحتاج شمس، بس بتحتاج شمس غير مباشره، من ورق ازاز من كده يعني. صحيح. لو ما توفرش وجود الشمس ممكن النبات يذبل، ولا برضو بما ان انا خدت الجهنميه مثال هي هتنمو بس مش هتظهر يعني؟ هي انا هقول لحضرتك على حاجه، انت عارفه عمليه زي اللي خدنا زي ما درسنا في ابتدائي وكده. بالظبط. عمليه البناء الضوئي كده يعني. بالظبط. فكل عشان ماده الكلوروفيل والالوان، الوان الحاجه عشان ماده الكلوروفيل اللي فيها، فديت كلها مرتبطه طبعا بوجود الشمس. عشان كده تلاقي النباتات اللي هي الاوت دور معظمها فيها الوان، نباتات الاندور معظمها اخضر يعني. خلينا كمان نتكلم على الاجراءات الاحترازيه ومدى اهتمام وزاره الزراعه بتدعيم العارضين في ان هم برضو الحفاظ على سلامتهم وعلى على سلامه الزائرين. راي حضرتك في الموضوع ده والله ايه؟ او شايف ازاي السنه دي؟ احنا كمان احنا كجهه حكوميه احنا جالنا من 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 مجلس الوزراء طبعا ان احنا لازم نتبع الاجراءات الاحترازيه من حيث التباعد، من حيث لبس الكمامات، من حيث وديت احنا ما بنخشش الحديقه اصلا اللي يكون لابس كمامه. هم وزاره الزراعه بصراحه قايمين بالدور ده كويس قوي. احنا في عملنا وفي كمصلحه حكوميه احنا عم واخدين الاجراءات الاحترازيه بالكامل، لان احنا يعني رئاسه مجلس الوزراء بعت منشور كذا يعني على فترات متقاربه كده بضروره اتخاذ الاجراءات الاحترازيه. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ان شاء الله. وفكره كمان ان الجو يعني لحد ما الحمد لله في اول يوم الجو معتدل جدا والدنيا مشمسه وجميله والجو ممتع، ده كمان اكيد هيشجع الناس والزائرين ان هم يجوا. مش وانا عايزه اوضح كمان يا باشمهندس انه مش بس من داخل مصر، ده احنا بيجي لنا ناس وزائرين. انا شفت اكتر من سائح من الاجانب من ضيوفنا وكمان من اشقائنا العرب. والله يا فندم احنا هنا على بالنسبه للجناح بتاعنا احنا زرنا
سواح اجانب كتير جدا، سائحين كتير طبعا. فطبعا بالنسبه للشعار اللي يمكن شفتي شعار محافظة الجيزة، صحيح. الشعار ده يعني ناس كتير قوي انه يعني في ابداع، في ابداع في تنفيذه تصميمه كويس، ناس كتير قوي معجبه بيه وبتيجي تصور. اجانب بقى، عرب، مصريين. انت يمكن لو جيتي قبل كده شويه كنت شفت انا شفت من خلال حتى الجوله اللي كنا بنعملها في المعرض، شفت سائحين، شفت اشقائنا العرب، شفت مصريين. فكره كمان الثقافه اللي المفروض تكون موجوده في كل بيت، ان احنا نعلم اولادنا كيفيه العنايه بالنباتات وبالزرع، عشان لما محافظه الجيزه تطور وتجمل وتنظف يبقى كل مواطن مصري عنده مسؤوليه، ومسؤوليه قويه جدا تجاه التطوير والجمال ده، ان احنا نحافظ عليه. فهل فعلا وجود الاطفال والاباء والامهات ده بيعلي من الوعي العام والثقافه العامه للحفاظ على جمال ونظافه الشوارع مش بس في محافظه الجيزه؟ اكيد اكيد، احنا فعلا بنفتقد للوعي بالنسبه لنباتات الزينه. يعني يمكن كنا زمان يمكن افضل من دلوقتي في مدارسنا. النشئ الصغير ده لازم يتعلم ازاي يحافظ على الجمال اللي هو بيشوفه. فانا ما عنديش غضاضه خالص من لما بلاقي اطفال بيخشوا المعرض ويدوسوا هنا وبتاع، بس انا لازم اعلمه، اقول له اتفضل يا حبيبي، واقدر اشرح له وبالراحه خالص اوصل له المعلومه اللي انا عايز اوصلها له. فدي اكيد اكيد ان انا لازم النشئ ده يعرف، لان انا المفروض انا بشوف كده. اولا مصر جميله طبعا، مصر جميله قوي. فاحنا واعمال التطوير اللي جاريه في الشوارع دلوقتي بجمالها وجمال تنسيقها دلوقتي في اجبار كده على المواطن ان هو يحافظ عليها. احنا عايزين نحافظ فعلا، لازم نزيد من اعمال الوعي، سواء على السوشيال ميديا، سواء على يعني الصحف، سواء في المدارس. يعني لازم نزيد من اعمال الوعي، نزود الوعي لدى المواطن سواء كبير او صغير او طفل، يعني كل واحد في مجاله. مشاهدينا، كنا معاكم في جولة خاصة جدا داخل معرض الزهور في حديقة الأورمان 2022 في دورته 89. وكمان المعرض السنة دي بيستضيف أكتر من 240 عارض على مساحة 28 فدان، وده طبعا بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ. تابعوا دايما معانا تفاصيل كتير على مدار أكتر من شهر ونص ليه طبعا معرض الزهور في حديقة الأورمان 2022، وخليكم معانا عشان نعرف مين بيشتري الورد.